أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم مع حلقة جديدة من برنامج ديوانية شعراء النبط. معنا مجموعة من الأخوة المشتركين حضروا ليقدموا لنا من قصائدهم ومن سوالفهم، نتمنى أن تحوز على أرواحكم إن شاء الله. مساكم الله بالخير. يا هلا الله بالخير. فهد من فردوس. نعم. مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبا. فيه سالفة عندك أنت لجريس. لجريس بن جلبان. إي نعم. ممكن تسمعناها سمعنا أخوان المشاهدين. والله حاضرين. جريس بن جلبان شيخ في ماضي السنين، وذاك الوقت الحاكم هو بن عريار. إيه. وصار بينه وبين جريس سوء تفاهم، حتى أنه طرح له لين حتى واستال عليه وحبسه. إيه. اسجنه وقطع منه الزيارات، وعلم جريس أنه ما هو بمخلص من هذا السجن إلا بشيء من الواسطات، فلا عنده في ذاك الوقت أي واسطة. أي. فقال في نفسه أنا ليه مقصود لي قصيدة أسندها على زوجة ابن عريعر، حيث أنها مذكورة يعني والفلاح مقسم، ما هو يعني لرجال دون نساء. أي. المهم أنه قصدها القصيدة وأسندها عليها، وعندما جاءتها القصيدة توجهت عند زوجها وعفى منه وأطلقه. فهو يقول في قصيدته: تكفني الخفرات ما تطلقني. هو يقول في قصيدته: تكفون يا الظفران ودي نغني، يعتذر من المساجين لا يزعجهم اللي عنده. تكفون يا الظفران ودي نغني، من واهجم بالصدر له زفير، شهرين ساهر ما اهتنيت بنومي، ما كني إلا واقع كثير في مقعد ما جاني إلا محمد مكان كره، وللرجال خطير وأنا برجوة واحد ما غيره، رب كريم وعالي قدير، يفرج من المسجون من غير واجب، وسجن بلا ما جوب كيف يصير. تكفن يا الخفرات ما تطلقني أنا ستركن، يوم الغداف تطير وين الذي يتعب على والديها بنت الشيوخ، وزوجته الأمير مهرها صيلة من مراكب حاكم، ولها وجاه كامل وتقدير، وأنا بما يقسم من الشيخ راضي، ورجي من الله ياتي البشير، وصلاة ربي عد مهل للمطر على نبي لمته نذير. اللهم صل. لبست زينتها وانحرت ابن عريعر أثناء الجلسة، وعندما شافها أقبلت فنهض من المجلس، دارا عندها علم هام ونحرها. قال: ما هي الأسباب اللي جابتك في هذا المكان؟ قالت: جالبتن عليك وجهي. قال: الله عطاش إلا جريس بن جلبان. قالت: أنا ما طلبتك إلا جريس بن جلبان، وجريس بن جلبان هو الجامع الفارق اليوم. قال: تدرين الله عطاكم، لكن خليه حضر الجلسة الصبح الضحوية. وراحت وأرسلت له كسوة وبشرته بالانطلاق، وقالت: الشيخ مستدعين بك بكرة أثناء الجلسة. فعندما جلس الحاكم فجاه وقال: هاي جريس بن جلبان قايل لك قصيدة؟ قال: نعم. قال: اسمعنا إياها. قال: لواهني من شاهد الشيخ جلاس، لمن صفى باله وراحت صفوقه، شيخ القطيف وشيخ هبس وهباس، وهو شيخ هجر يوم عجات سوقه، يا معطى من سابق طوعة الرأس، ومن أومل ضرب العسل ما يبوقه، يعطي النخل والخيل ما قوت ملك ياس، ولي عطى شي فهو في مروقه، لولاك يا ابن حميد ما جيت الأطعاس، ولا رعت موجه ملوي عروقه، أنت الذي ما شفت مثلك من الناس، مضرب كفوفك ما تخايط فتوقه، سيف صقيل تودع ضد ينحاس، وحميت بيض في الخلاء ما نذوقه، وحبسك المثلي يا فتى الجود نوماس والحر، لا رز الشباك له يعوقه. وجاني البشير وقال له: تقطع الياس والكبد من عقب البشير محروقه، واليوم انا طالبك يا مرذ الافراس، ابجاه رب خالق مخلوقه، تفرج من اللي بالسجن ماس هماس، ابجاه من هو للعهد ما يبوقه، وما فات مات وكل شيء له قياس، والمليم الراق ما حد يحوقه، وصلاه ربي عد مهب ناس على النبي، على نبي زين الله وفوقه. قال: وش معناك يا جريس بن جلبان يوم تقول جاني البشير وقال له: تقطع الياس والكبد من عقب البشير محروقه، هجل ما فرحت بالانطلاق؟ قال: والله يا طويل العمر متساويت عندي، لان وراي فغرى، احد ولد رمله، واحد ولد شايب ماله الا الله ثم هو، وانت حاكم والحاكم ما صوف مثل البحر، يغطى العالي والواطي، واليوم انا سايق وجه الله عليك، ووجه نبيه ووجه انا والحاضرين، انت عفى عمن كان وراي. قال: الله عطاك، لكن اطلب لك مطلبا خاص. قال: ما قصرت فيه. قال: اطلب. قال: اطلب 15 جمل، 5 منها محملات نجوخ،
وخمسة محملات دخان وخمسة محملات رماح، لأن جماعتي بيفرحون بي وأبغي معي من النوع اللي يفرحهم. قال الله حطاك حملوله الجمال مما هو طلب. وهذه سالفة جريس بن جلبان وقصايده. الله صح لسانك يا محمد. وياك. سريحي. نعم. ايش راح تسمعنا؟ والله بسمعكم قصيدة في تحتوي على ايه؟ كبير العشيرة اللي يسوي تفرقة بين جماعته وعلى أهل النميمة وعلى ايه. تفضل. هو يقول: قال الذي راسه الطويلة مباديه، روسه طوال الشام خات المنيفات، اللي شافها سن الطويلة تناديه، أو تقل توميله وتزعج لها أصوات، عدابها حيث إنها من مباديه، وخذ بها عن ضيق تلبال سجات، عدابها حيث إنها من مباديه، وخذ بها عن ضيق تلبال سجات، ينطربها وقت ووقت يمضيه، وفيها يجاهد له هموم سثيرات، يا هنيت من ربه على الخير هاديه، ما له بصفحة الخطايا علامات، وهنيت قلب ما يعلم بطاريه، وهني قلب الناس ينكل ما فات، يا كثر مونس وسط صدري وتساميه، يا كثر مونس وسط صدري وتساميه، ما به يدري به من الناس شمات، أسباب شي صار ماني مطريه، بين القبيلة كيف صارت حزازات، أسباب شي لنقيلي وراعيه، هل القلوب لسال حات الوبيات، لومي على اللي تاه وفخت مماشيه، وتصرفه وسط الجماعة خرافات، تاه الطريز ولا لقى من يزديه، الله الرخومة للفعول الرديات، وأعمى عيونه والسبب صارت يديه، وقصر شبوحه عقب ما هن طويلات، من عقب ما كل يعزه ويغليه، اليوم لا يدرى ولا له مهابات، ترى ردات الحظ هذه مباديه، شيخ القبيلة اللي غدا وربع شتات، اللي صار ما يدمخ خطايا عوانيه، تبدي عليه من الثلوم الوسيعات، وين الرفيز اللي نعزه ونغليه، وين الربوع اللي لها الطيب عادات، وين الرفيز اللي على الضيز حاشيه، وين الربوع أهل الفحول القديمات، وين الرفيز اللي ليضق تشاتيه، وين الربوع أهل البيوت الذريات، وين الرفيز اللي بعاد مشاحيه، وين الرفيز اللي غدا نزلها، وين الربوع اللي غدا نزل هشتات، الوقت هذا ما سلم من بلاويه، الله الرضيع اللي عقب ما لفى مات، وقت عسى ربي يزين تواليه، خيره تثير واشرار خلقه تثيرات، شفنا البناخي يشتكي من بناخيه، وشفنا عيال العم راحم عصابات، وشفنا النسيب ذا نسيبه يشاتيه، ولهم بلجة المحاكم طلابات، وشفنا القبيلة كبيرها ما دانيه، شرهت على الشيخة بلا فعل واثبات، من عقب ما هي بول الوقت تتليه، اليوم شبعت وانكرت كل ما فات، ولو هو يرد الوقت للي جهل فيه، سنعذرت بعض العرب بالرياسات. طويل هالقصيدة ونعطيكم منها ما اللي حنا حافظين، ولا قصيدة طويلة. الله يعافيك، ما قصرت. عراك. نعم. عندك شيء؟ اي نعم. بس ما جيت الحال المحل اللي عندي شيء. اي بس ترى قصايدك انت طوال عاد. والله انا سلمك الله، يقول اللي ياكل ودك انه يشبع. هو يعني لا، نبي انه واحدة مختصرة يعني. اي نعم. فيه قصيدة. تفضل. لمحمد بن صقر السياح. قرب له شوي الميكروفون. بس كافي كافي. يقول: عفى الله عن ما فات والحظ قايم، وانا على الدنيا قوية العزايم، ولا لي مع الانذال فذ المقعد، ولا يلحق النفس العزيزة لوايم، ولا ني بتباع من لا يودني، ولا ني بنقال الحتى ون مايم، ولا يشتكي مني جريب بسيه، ولا ني بالجيران راعي شتايم، ولا قاصد الابواب من غير داعي، ولا اجلس مع اللي يحترون الولايم، اعز غال النفس عما يهينها، ولا ارضى لها عند الملاقى هزايم، أعز غال النفس عما يهينها، والأرض لها عند الملاقة هزايم، أحرص على العلية وما صار صاير، وكسب المراجل للبرايا غنايم، أحد يحصلها أو يستاهل الثنى، واحد يصير العز عقبه هدايم، ومن لا يحوش المجد بيده خاسر، اليا صار حظه بين الأمجاد نايم، اليا قصرت يمناه عن فعل ما مضى، عليه من تاريخ جده هضايم، الأجداد راحوا ما بقل إرسومهم، على كل وجنة يقطعون الخرايم، أحد يخلف من يسوي سواته، واحد يصير العز عقبه هدايم، واحد يحوش الحظ بأول شبابه، لو ما يعرف الجدي هو النعايم، واحد سواته الذيب رزقه انهابه، وتحط بقعة فوق تبده رقايم، واحد يحصلها فرايس ذراعه، طموح للعليا يبى العز دايم، واحد حر مواقعه بروس الحجايا،
وصيده هسمان ما يصيد الهلايم، هذاك يحضب الجمايل موفق، يلقونها الأصحاب وقت اللزايم، حالات الفتى بالمال يفعل فعايله، وصيور ما تركز عليها الردايم، حياة وراها الموت وش ينبغابها، وتحط في بعض القبايل ثلايم، أحدن توريها المعزة وتنتهي، وتلقاه يوم فوق هالطير حايم، وأحدن حياته كلها عيش تلهنا، لو كان ما سوى ردي البهايم، وحياة قضيناها لها الحمد والثنا، نبى الستر ننطح بالوجيه السمايم، وخذيت بالماضي 30 حجة، وما دق في قلبي شكوك وهايم، ويوم على ملقافرين المنلمها، ويوم البخت ومذعذعات النسايم، ويوم نطاولهن وجي حق يلظى، ويرحن حذرات الجوازي سلايم، ويوم تحت غار ظليل منصفة، وبواد تفرد فيه ورق الحمايم، أنا وربع كل ما حل ذكرهم، وتحط ذكراهم بتبدي وسايم، وتم الكلام اللي على ما بخاطري، بزك صلاة للنبي بالختايم، وسلامتك. اللهم صل وسلم على محمد. أبو سعد. نعم. نيفل. في عندنا فيلم عن القنص. نبي لنا قصيده منك، لان انت طال عمرك دائما تحب المقناص وتحب. اي نعم، في طال عمرك يعني على كيف ما تبون. اي تفضل. هذا عايش القويسري. عايش مرزوق القويسري، وهو يقول لو والله الطير قفه هداده. ارفع صوتك شوي. لو والله الطير قفه هداده، ولين نجل قدام حسبه عبوره، الا اللي هب النسيم ببراده، ولو سمد الشراح وقت الحروره، يا ابو سعد هذاك وقته وعاده، الله يلحقنا على خير دوره. اي دور بها الصقار ينقل مراده، وينادها عند احتراه النقوره، حلم بها الطاروح ينقل مهاده، ورع الولع طيره يجدد سيوره، يا ابو سعد شوف الفياح وحماده، خير عندي مساكن قصوره، صرت مع ربع الطلق والسعاده، خطوه ابيض ما في شليله حموره، ابيض وفيه الطير فارس شهاده، ريشه حمامه تبر منهم خشوره. أبيض وفيه الطير فارس شهادة، ريشة حمامة بر منهم خشورة، أبيض قليل وفيه وصف زيادة، منسب وعين وطول يوي جورة، ومسرول وقبال فارس بلاده، منهم معابيره وهو من طيوره، أفجح قليل وكل خرب عفادة، ونخيشت له ما تطير معثورة، وإنسان طارت وارتكت بشرادة، وضف المناتب بالطيار مخطورة، يحبني له في ليالي هدادة، يصرت في خد تطارد زهورة، خرفيت ومبتر الوسم زاده، مطغيه من دلول حيمر بكورة، يشاف فيها الطير من وتفواده، وتل سبوق وراح مخل شعوره، ودكا بحرف قاضبات احداده، وتعاشر له يوم شافن حضوره، وجاهم مجي من رخ الله غلبهن كالغدير الطرادة، حاموا عليهن فزع ما تعوره، ربع اللي طار المصودع عفاده، يعجبك واحدهم برمية حكوره، وفيهم عن الدرب الرزيل ابتعاده، خويهم دايم فراحا سروره، وتمت بدتر الله على كل راده، عداد ما بين مع الصبح نوره. سلامت الله. مما يضر بأعضاء جسمه. زايد يعطي التعليمات للصقارين، وتظهر أثار الحبارة واضحة في الرمال، وبهدوء شديد تقترب السيارات من أماكن تجمعها، ويختار قائد الرحلة ربوة عالية لمساعدة صقره في اكتشاف مخبئها. يهتز الصقر ثم ينطلق،
بعد مطاردة ناجحة فاز صقر زايد، وبعد أن تذوق جزءا من لحم الحبارة مكافأة على جهده في المطاردة والقتال، يجب إخفاء الصيد بعيدا عن عينيه حتى لا يشبع. وفي رفق تام تحفر الرمال تحت جسم الطريدة، وبهدوء شديد تدفن في باطن الأرض. ابو سعد شفته؟ اي والله شفته. جاز لك ها؟ عزل هنا طير راهم الحو. يا منشوف حباب. نعم. اقرب الميكروفون عندك. ان شاء الله. سمعنا ايش عندك من قصايد؟ والله طال عمرك انا عندي قصيده للمرحوم هذيل ابن زبن الرشيدي. اي. وهذيل شاعر وفارس. وغزه هو ربعه. ومعهم عجيد اسمه ثامر بن سعيدة، وله على فرس ثامر، وذبحت فرس ثامر وعاضها الله بدالها، وذبحت ذلول هذيل، فياصف هالذبحة ويطلب ربه أنه يعوضه مثل ما عاض ثامر. تفضل. يقول يا الله اللي عض ثامر بشقراه، تعوضني بالفاطر أم الجمايل، ذبحت نهار الكوم ما بهم رواه، يوم الدخن يشدق طاع المخايل، ليا سمعت المد مع الجيش تبراه، مثل العنود اللي تقود الجمايل، ما نوخت عند العطاطير مكراه، ولا دقها المفروض يوم القوايل، حليت رتب شدادها يومنا لا، مقصورة تنسف عليها الظلايل، وحليت صفاق لها وفيهم قفاص صفاق براق يخض المسايل، كم ذود مصلاحا عليها نهبناه، معظف ربع يتسبون النفايل، وكم واحد منهم جواده ذبحناه، لعيون حب معطرات الجدايل، تتلي محمد شوق جالي ثنياه، عوق العديم اللي عن الدرب عايل، شيخ لنا عسى المنايا تعداه، نبي مريبه شيوخ القبايل، مرباعها يم الحضمص وفقناه، معظف بن براك وفي الخصايل، الذيب قوطر يزعج الصوت بعواه، ربع على احصل مهاره الاصايل، اللي يروح العيدي بعيد مع الشاه بشدادها يزين طق المثايل. العيدي طال عمرك اللي هو نقال البيرق مع الغزو يسمونه العيدي، هو اسمه العيدي رجال اسمه العيدي، اسمه العيدي هو نقال البيرق، واليوم منه مشى البيرق قاموا يطقون الغناء يشجعون المشجعين. ومحمد هو الفارس المشهور محمد بن بداي بن حمد من شيوخ بني رشيد. وسلامتك وسلامة المشاهدين. صح لسانك. من قال فهيد؟ نعم. قرب الميكروفون عندك. ايش عندك غزليه ولا لا؟ والله نصيحه طبعا. اي تفضل. يقول اللي تمثل فيه كلامه، بدرب الطيب بشتاق انا مهايب، احب اهل الوفا واهل الكرامه، هل العادات من وين الرهايف، ترى الطيب رفيع في مقامه، مثل من شيد العليا ابنايف، ما عمره لحقته درب الملامه، وانا لاهل الوفا والطيب شايف، ولا ثبت على رس مقامه، ولا شرب الغثارب كل عايف، ولا قلم صقرنا في حمامه، ولا عمر الثعل للسرح حايف، ترى الطيب ذهب عنبر زمامه، وعلى الشدات ما قالوا مسايف، صحيح ليت بالطيب علامة، علشان الردي ينذل خايف، معروف اللاش من ساسه هلامه، ولا يسوى زهابه والكلايف، مثل ساري بغدرا في ظلامة، ترى من عاشرة شاف الحسايف، سويت القيل مخلفت بنظامه،
على حسن المعاني بالوصايف. ترى الدنيا مثل شده وقامه، غدت بقرون وولو في الطوايف. مثل زرع عندنا يوم صرامه، ربح من ربح في يوم النكايف. على المكتوب ما تفيد الندامه، وما سويت يكتب له صحايف. حافظ دينك وحافظ بالتزامه، قبل تلج وحذر شين اللي جايف. وروف بوالدينك بابتسامه، وحذرا منك تاتيهم عجايف. وجارك لا تقصر باحترامه، الطوع هرج شينين اللي فايف. ترى رعى النميمه في الجامه، يلجم من غضب نار الصرايف. ما شفت الكذب يوم الحسد لامه، ورع البغض بالنار متهايف. ما شفت الكذب يوم الحسد لامه، ورع الظلم بالنار متهايف. وختمها بصلاة الله وسلامه على المختار مهلا ذرايف. سلام صح لسانك يا فهد. حيا. نعم طال الله. يلا اخو شو اللي عندك سمعنا؟ والله عندي قصيدة، والقصيدة تفسر موضوع. اي تفضل قرب الميكروفون عندك. يقول من سوى المثايل وقاسه، لا زايدات ولا بيوته قصرها، يفهم معانيها وياخذ قياسه، يختار من زين المثايل زهرها. يشوف له دنيا بعيد مقاسه، عجز يميز ليلها من سفرها. دنيا تقلب ذيلها عند راسه، الله عن الاجواد يطفي خطرها. الله يكافي دون الاجواد باسه، اللي يضاق الف قير نحرها. دنيا على الاجواد فيها نحاسه، نوب تزين ونوب تبدي قشرها. دنيا على الاجواد فيها نحاسه، نوب تزين ونوب تبدي قشرها. ما ينبني قصر على غير ساسه، قبل يترعى المثايل ذكرها. ومن ما يقيس الغوص قبل الغطاسه، ما ينفعه يطب غبت بحرها. هذه وموضوع المثايل وناسها به، ذكرى من ذكرني ذكرها. هذه وموضوع المثايل وناسه، أبيه ذكرى من ذكرني ذكرها. لو أشرح الموضوع صعب الدراسة، لا شك عن بعض الأمور أختصرها. وأخاف من هرجة خطاته الهداسه، اللي سوالي في الرجال يعقرها. اللي يسمع له هرجة هز راسه، يقول أنا هذيت عندي خبرها. وهو معاني خبرته بالخساسة، ولا المراجل قاصر عن شبرها. ومن داس رجلين العرب ديس راسه، ومن شرب كاس الناس شرب كدرها. من داس رجلين العرب ديس راسه، ومن شرب كاس الناس شرب كدرها. ولا خير باللي ما بصدره حماسة، هذاك لو طالت حياته خسرها. ومن جرب الدنيا خذابه احساسه، كثرة التجارب درس للي عبرها. والبوم بوم ولا يونس حساسه، ولعمر طير البوم عدى وعرها. وصلاة ربي أد حرف الدراسة على النبي الهاشمي بشرها وسلامتكم. اللهم صل على النبي. سنيتان. نعم. فر الميكروفون عندك. شو اللي عندك انت، نصيحه ولا؟ نصيحه. اي تفضل. قال الذي من حيره الوقت محتار، وقت يحط بفكره الانسان حيره. من ما تشوف العين والقلب صبار، وصبرا على الشدات ما هي معيره. الجار ما يجرى على مرث الجار، ولا عاد تبذل الرفيزه السريره. ضاعت سلوم الناس وقفنا الادوار، دور نعمي فيها النظر والبصيره. يا سامع قولي خذ عين تعبار، ترى زمان اليوم غير مسيره. اللي جهلت الراي في بعض الامرار، شاور ترى في بعض الاشوار خيره. شاور رجال العرف وافين الاشبار، اللي بهم طيب وشهامه وغيره. واحذر يغرك راي عمسين الاشوار، حذر الردي المعرفه تستشيره. ترى الردي لا شاف ما صار ما ينفعك، لا شاف بل عين ذيره. وهذه نصيحة يا أهل المدح والكار، مني هدية للوجيه السفيرة. كلمات من جرب حلاها والأمرار، كلمات من جرب حلاها والأمرار. تمت وصلى الله على سيد الأبرار، سيد المعصوم ما في غيره وسلامتك. اللهم صل على سيدنا فارس. نعم. قرب الميكروفون عند مطلق. مطلق شو راح تسمعنا الليلة؟ والله أنا عندي نصيحة. طيب. إيه تفضل. يقول أبهد المستمع مني نصيحة، من الشياب تهدى للشباب، صريحة للرياجيل الصريحة. ولها في المعرفة 20 باب، ترى طرد السمارة لك فضيحة، وتصبح مثل طراد السرابي، وتحصل من وراء طردك زميحة، وتقنع من زميحة بترابي، وتنثر تقول ان السماره ذي مليحه، ولو هي عود من حدر الثياب، وتنثر فوق راسك بطر ريحه، وتركض من صباح للغيابي، ومنك النفس ما هي مستريحه، ولا تدرى شرفك من العيابي، وتضيز بكسه على وهي فسيحه، وتحرم من قراطيع الشرابي، وانا مع مكساب المديحه، شباب المجد مرويت الحلابي. أنا مع مكساب المديحة، شباب المجد مرويت الحرابي. حرارا من حرارا مستضيحة، وفرخ الحر ما يرجع أغرابي. ومن ناس برياجل وكيحة، يدبن به
ضعيفات الدوابي وتصير المرجلة عنده شحيحة وينزل من شناخيب الهضابي تعين الناس قربتهم مريحة سلالة سيف قدام النصابي لعاتي الرجال المستليحة ومرت السلاح من الصوابي هل معروف مع كلمة صحيحة وحاضرهم يسد عن الغيابي منيحة من غدت عنها المنيحة ويحلون المشاكل والصعابي وسأل الله في تال القريحة يحن ضعيف بين يديه تابي وصلى الله على رعى المبيحة شفيع الخلق في يوم الحسابي. سلامتكم صح لسانك ضافي. نعم سمعنا على الربابة. أظن له جاي مستجد ضافي مبطي مجانا سمعنا له جرة نبي نسمع هذا المرة. حاضرين هو معودنا دايم على الدحة اي بس هالمرة نبي هجرنا الربابة ان شاء الله يغير مع بعض الثاني خلي يعطينا هجيني هجيني Oh.
في رقصة عندنا أفريسنية عزيزي المشاهد نبي نسمعها وياكم جميع. هذا هجيني شمالي إضافي.
مشاهدينا الكرام، نشكركم ونشكر الأخوة اللي اشتركوا معنا في هذه الحلقة، ونقول لكم تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.